مع وصول أزمة المياه إلى ذروتها في بغداد، يجبر السكان في العاصمة إلى اللجوء لأساليب بدائية وأخرى ميكانيكية باتت تحمل اليوم أسماء للشهرة: الحرامي والحج والحجية والخنزيرة والماستر، كلها أسماء لماطورات سحب المياه، ولكل قوة منها اسم يميزها. ويقول التجار أن الإقبال على شراء الماطورات هذا العام بلغ مستويات قياسية. قامت تجينا نوعيات أشكال أنواع، تقي سيطر نوعية ماكو، أنا رجال يعني أشتغل بيهن، عندنا أشكال قاموا ينطلق عليها اسم البرلماني وغير البرلماني، البرلماني إنه هذا شفاط قوي يسحب قوي، وغيره وغيره وغيره، وأشكال كل شو هاي، كل ما طول اللي يفصلوا بالبوستر وبدون بوستر وكذا، فهي هاي كلها مو حل. ثق أنا اليوم بعد الصلاة متاني المي شو وقت يجيني حتى أملي العائلة، العائلة نايمة، خلصت الصلاة كملت، والله أنا قبل ساعتين يلا ترست مي. وتصل أسعار هذه الماطورات لأكثر من 150 دولارا، أسعار وعلى الرغم من ارتفاعها إلا أن السكان من مناطق الدورة والكرادة والتاجي والحسينية ومناطق شرق القناة يضطرون لشرائها بسبب الانقطاعات المستمرة لمياه الإسالة، والتي تصل في بعض الأحيان لأربعة أيام أسبوعيا. الناس عاني بحس المطارات كلها مال مي، هي مو بس كل مكاننا، يعني اكو ناس شالت من مناطق جت على مناطق تبي على مود المي لين مي. اي والله خاصة هالمناطق يعني بناها حديث، لا ماكو ما بيها مي هاي. ساعة جر أربعة أيام خمسة ستة وعلى هالرنة. مي ماكو مي. يجيك ساعتين ثلاثة قطع. اجاك تشتغل حد جايب المي. تنطر تاخذ مي من السوق تشتري من شاي المي. ووفقا لأرقام شبه رسمية، فإن كل منزل في بغداد يحتاج ما لا يقل عن 1000 لتر من الماء يوميا لسد حاجته، فيما تقول أمانة بغداد إنها عاجزة عن توفير هذا الرقم من الماء بسبب التجاوزات. من بغداد يعرب القحطان، الشرقية نيوز.